هذا الصباح. بنتابع معاكم هذا الصباح اليوم النهاردة الخميس، يعني حتى العاشرة من هذا الصباح. معنا تقرير الحقيقة بيتعلق بصحة المرأة، بالمرأة بشكل عام، من خلال حملة أطلقها مجموعة من الأطباء وشخصيات أخرى في المجتمع لدعم المرأة. الحملة عنوانها أنتي الأهم، المرأة اللي هي الأم والأخت والإبنة وكل شيء في نصف المجتمع. وبالتأكيد رأينا مشاركة إيجابية للمرأة في الكثير من الفعاليات السياسية اللي شهدتها مصر على مدار أكثر من 3 سنوات. نعم. مشاركتها في ثورة يناير، مشاركتها في ثورة يونيو، مشاركتها في الكثير من الأحداث الأخرى، مش بس في المظاهرات ونزول إلى الشارع، ومشاركتها بفعالية في الاستفتاءات وفي الانتخابات المختلفة. حتى قيل في بعض الأحيان أن صوت المرأة هو اللي حسم الكثير من الأمور. خلينا نتابع التقرير ده اللي يمكن اللي بيحاول بيلقي الضوء عن هذه الحملة، وهنرجع بعد كده. بس قبل كده عايزين نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة انت اهم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور. هنروح سريعا لتقرير بيلقي الضوء على الحملة، وهنرجع بعد كده نتكلم عن الحملة مع حضرتك. لمناقشة الوضع الحالي للمرأة والصعاب والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه الصعاب، عقد الاتحاد العام لنساء مصر ورشة عمل تضم عددا من الجمعيات الأهلية التابعة له بجميع محافظات الجمهورية ونخبة من الخبراء والمتخصصين. في نساء عايزين يعملوا حاجة للبلد دي، عايزين ينهضوا بيها بجد. إنما بالنسبة للمشاكل والتحديات اللي بتواجه المرأة، طبعا المرأة والعنف، المرأة والاستقرار الأمني في الشارع، دي من أهم المشكلات. المرأة المعيلة للأسرة احنا بنديها قروض صغيرة بحيث انها تقدر تعمل مشروع بدل ما يعني تتجه الى الشؤون الاجتماعية او اي جهة تانية، لا هي تبقى أسرة منتجة تقدر تشتغل. يتبنى الاتحاد العام لنساء مصر مبادرة تهدف الى وجود 100 سيدة في برلمان مصر القادمة، وإلى المناصفة في المناصب القيادية، وإلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع حقوق المرأة، وكذلك رفع العنف ضدها وتمكينها. احنا عاملين معايير لاختيار 100 ست على الأقل. احنا مش بس دربنا مدير الحملات ودربنا المرشحات ازاي يشتغلوا مع مدير الحملات، احنا عملنا صندوق وبنلم تبرعات، والحمد لله ماشيين كويس قوي، وهنغطي بعض تكاليف الحملات بتاعه الستات اللي احنا هنختارهم تبع معايير. احنا بنعمل بحث ميداني اجتماعي للتعرف على مشاكل المرأة بصفة عامة، والمحاولة على مساعدة حلها بكل الطرق، ومساعدة الأسرة والطفل. بنزور المؤسسات بتاعة الأيتام والعمل على مساعدتهم. ويعد الاهتمام بقضايا المرأة أحد أهداف التحول الديمقراطي وبناء الدول الحديثة، حيث يقاس مقدار نهضة المجتمع وتطوره بقدرتها على التعامل مع المرأة كثروة بشرية يجب الاهتمام بتنميتها وحمايتها من الفقر والجهل والاستغلال السياسي، وتوفير تعليم مناسب لها وخدمات صحية وفرص عمل أفضل. المرأة إذن كانت محور هذا التقرير، المرأة محور الكثير من الحملات التي تهدف لتنمية المجتمع. صحة المرأة بالأساس هي الهدف من الحملة التي أسسها ضيفنا اليوم في هذا الحوار مع مجموعة من الأطباء وغير الأطباء أيضا من المجتمع. الحملة اسمها أنتي الأهم، الصحة هي المدخل ومحور الحملة. لميس صباح الخير دكتور عمرو. تاني دكتور عمرو حسن مؤسس الحملة، حملة انتي اهم، اهم اهداف بقى هذه الحملة يبدو ان انتوا بتركزوا على الجانب الصحي، سواء الصحة البدنية او الصحة النفسية لانطلاق المرأة الى الامام. انت قلتي المرأة عددية نص المجتمع، بس هي فعليا بتربي وتتحكم في النص التاني. يعني لو انت حبيتي تصلحي المجتمع ابدأي بالست، الست دي هي اللي هتربي، هي اللي هتربي الراجل ده لما يكبر. طبعا هي اللي هتتحكم فيه. فانت لو حتى مش عاجبك سلوك الراجل، او شايف ان الراجل بيعمل تمييز ضد المراه، او ان هو بيعتدي او يتحرش، اعرفي ان هو اللي مربيها ست. فلو احنا قدرنا ان احنا نصلح الست او خدناها من الاول وهي بنت، هنقدر نصلح المجتمع كله. كل الفلاسفه قالوا ان انت لو ربيتي وعلمتي ولد فانت ربيتي فرد واحد، بينما لو ربيتي وعلمتي بنت فانت ربيتي اسره كامله.
يعني الست لو بصيت على المشاكل اللي بتواجهها حتى في مصر تحكم عليها بالختان من غير ما هي تختار. حتى في التمييز لغايه دلوقتي في تمييز بالمعامله ممكن بين الولد والبنت، ممكن الزواج المبكر، زواج مبكر دي يعني ولاده متكرره ممكن تلاقي تحرش او اعتداء عليها. ففي مشاكل كتير بتواجهها، بنحاول ان احنا نغطي قصص المشاكل الصحيه والنفسيه اللي بتواجه البنت، زائد ان انت عندك مشكله في مصر في التوعيه الصحيه. انت في مصر عندك نسبه عاليه فيها جهل واميه، فانت في ناس مش متعلمين فمش عارفين اصلا ازاي تخلي بالها من نفسها، ازاي تحافظ على نفسها، ازاي الاساليب الصحيه. وحتى المتعلم ممكن ما ياخدش حاجه اسمها توعيه صحيه قبل كده. لو انت قعدنا نفكر ممكن نلاقي في الحضانه في المدرسه في الكليه تخلص كل الكلام ده من غير ما تبقى عارف اساسيات الحياه الصحيه، اساسيات التوعيه الصحيه. الست ممكن ما تبقاش عارفه يعني ايه دوره شهريه، يعني ايه سرطان الثدي، ازاي تخلي بالها من نفسها. فحتى المتعلم ما عندوش اساسيات التوعيه الصحيه، واللي مش متعلمه هي من الاول الدنيا ضايعه عندها، ما حدش مفهمها القصص دي. فيمكن وانا كان في القصر العيني من زمان ايام ما كنت انا نايب بتشوف مشاكل كتير، حاجات ممكن تؤدي الى الوفاه، يعني امراض كتير ممكن نتجنبها، وحاجات ممكن تؤدي الى الوفاه في مصر بس مش موجوده في بلاد بره. يعني انت ابعاد في الاستقبال تلاقي بنت مثلا متجوزه بقالها سنه او سنتين عندها 17 سنه جايه بتتشنج، هي حامل وضغطها كان مرتفع اثناء الحمل بس عمرها ما راحت تقيس ضغطها، فوصلت معاها مرحله ان هي جالها تشنج اثناء الحمل، ده اللي هو نسمع عن حاجه اسمها تسمم الحمل، فيقلب ان هي تتشنج ويجي لها نزيف في المخ وممكن تموت، مع ان دي لو واحده كانت بتقيس ضغطها عمرها ما كان يحصل كده. بره ممكن الواحده يرتفع ضغطها اثناء الحمل، بس في حاجه نظام صحي واضح اللي هيرتفع ضغطها الحمل بتاعها مش هيكمل هيولدوها. بينما انت عندك عدم وجود التوعيه، ممكن الست تبقى واخده معلوماتها من مامتها، ما انا ولدت قبليكي وكلنا ولدنا وما حدش يروح يحتاج يروح للدكتور. ممكن تلاقي مثلا مريضه سكر مش مظبطه سكرها، تحمل تجيب جنين فيه تشوهات، يبقى برضه عشان هي ما عندهاش التوعيه الصحيه ان لخبطه السكر وان هي مريض السكر ما ينفعش تحمل من غير ما يكون سكرها متظبط. معلومات بسيطه لو اديناها للناس ممكن نخلي الحياه احسن. يعني دايما انت عندك الثقافه في مصر ان التوعيه الصحيه اكسكلوسيف والمعلومات الطبيه على الدكاتره بس، يعني لو انت مش دكتور مش هتبقى عارف حاجه. يبقى من خلال التوعيه الصحيه، وحضرتك باعتبارك مدرس في طب القصر العيني طب القاهره متخصص ايضا في امراض النساء والتوليد، ربما تكون هذه النقطه مهمه من الناحيه الصحيه. طيب نعلم انه في دول عديده حاليا يعني هناك ما يسمى بكتيب الطفل والام، اللي هو بيكون دايما بيوزع للام او الام المستقبل بمعنى اصح. وعارفين انه تقريبا كان في ما يشبه هذا الكتيب زمان في مصر يمكن قبل عشرات السنين، لكن مش موجود دلوقتي. هل ده من الحاجات المطروحه دكتور؟ هي المطروحه فكره الكتيبات، يعني انت حتى زي ما اقول لك ممكن زمان كنت فيها النصايح بقى وكل الحاجات، تسمع من الجيل القديم ان انت عندك تاخد في المدرسه حاجات عن التوعيه الصحيه، حاجات عن النظافه الشخصيه، تغسل ايدك ازاي، حياتك تعيشها ازاي بطريقه صح. الكلام ده دلوقتي ما بقاش موجود، فيمكن احد الافكار اللي احنا شغالين عليها دلوقتي ان احنا نعمل زي كتيبات عن صحه المراه، الحاجات اثناء نصايح اثناء الحمل اثناء الولاده، يعني ايه ناخد الامراض اخطر الامراض. يعني لو قلت لك مثلا ان القاتل رقم واحد للسيدات هو مرض القلب، فنبدا نكلم الناس عن عوامل الخطر اللي ممكن تؤدي ان هم اصابتهم بمرض القلب. يعني انت عوامل الخطر مثلا اللي هو زياده الوزن، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، البدانه، التدخين. فنبدا نحاول ندي للناس نقط ونوجه لهم ايه الحاجات اللي ممكن تؤدي للقاتل رقم واحد اللي هو مرض القلب، نبدا نكلمهم على القاتل رقم اثنين اللي هو سرطان الثدي. فنقدر نكلم كل ست اقول لها علمي بنتك بعد ما توصل لسن ال20 ان في حاجه اسمها كشف ذاتي، لازم تقفي قدام، تقف بعد انتهاء كل دوره شهريه قدام المرايه، تحس صدرها اليمين وتحس صدرها الشمال، عشان لو حست في كلاكيع لازم تروح لدكتور. المعلومات دي ممكن ما تبقاش الستات عارفاها، حتى بيبقى في نفس الدفتر او الكتيب ده صفحات بتسجل فيها كل الفحوصات والتحصينات وكل الحاجات دي. دي حقيقة يعني متفق. لازم تبقى ده موجود في دول كتيره، للاسف مش موجود في مصر. انت عندك النظام الصحي طبعا او نظام التوعيه الصحيه في مصر حقيقه ضعيف، يعني انت لان انت حتى ثقافه الشعب مش مهتميه بالتوعيه الصحيه. يعني انت عندك كل اللي نعرفه التوعيه الصحيه ان الواحد لما هيعيا هيروح للدكتور، الدكتور هيكتب له علاج، فهو كده عمل اللي عليه. يعني انت دورك بيبدا لما تعيا هتروح للدكتور هتاخد علاج، بس محدش يكلمك ازاي اعمل بريفنشن، ازاي ان انا يبقى معلمك المعلومات الوقائيه، يعني ازاي ان انا احمي نفسي.
الفكره دي. طيب بس هي الفكره يمكن موضوع الكتيبات وما الى ذلك ده يمكن بيخاطب شريحه معينه، احنا للاسف عندنا نسبه كبيره جدا من الجهل والاميه في سيدات في الريف، يمكن زي ما حضرتك ذكرت بيعتمدوا اعتمادهم الاساسي على العرف الاجتماعي والموروثات والكلام اللي هو من الام ومن الجيران وما الى ذلك. دول هيتم مخاطبتهم ازاي؟ لان دول اعتقد ان العبء الاكبر هيكون مخاطبه الشريحه دي اللي هي مش قليله. يمكن هنا ده يمكن ده دور الاعلام، ان انا حتى لما احنا بنعمل ندوه طبيه شهريه ثقافيه في ساقية الصاوي بيبقى معانا قنوات ووسائل اعلام بتبدا تغطي، يعني انا حتى الانسان اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب بس هي هتعرف تسمع تشوف التلفزيون، الدش بقى موجود في كل بيت حتى من افقر واحده لاكنى واحده، فتبدا ان هي تبدا تسمع معلومات طبيه من اللي احنا بنقولها. في فكره شغالين عليها دلوقتي ان احنا المعلومات دي ابتدينا مع ديما سكريبت رايترز بنكتب زي حاجات عشان نقلبها لفيلم، افلام بسيطه كده خالص زي كرتون، بحيث ان احنا حتى لو عاوزين نخاطب البنات في حاجات مواضيع ما يبقاش فيها احراج، لو حاجه زي سرطان الثدي حاجات تفهمهم عن الدوره الشهريه ما يبقاش فيها احراج، في حاجات على شكل كرتون برضو. في فكره بنحاول نطبقها دلوقتي في الساقيه اللي هي اسمها مسرح العرايس، مسرح عرايس متحركه، ان انا لو انا عاوز احكي لك قصه عن التحرش وخطوره التحرش او خطوره الزواج المبكر على البنت، وان ازاي ان الواحده دي اللي هتتجوز وهي صغيره هي دي اللي هتولد مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني دايما بحكي قصه ان انا في القصر العيني مره جايه لي واحده حامل في الجنين الخامس، فلما بسالها انت عندك كام سنه هي قالت لي ما اعرفش يا دكتور بص في البطاقه، لما تبص في بطاقتها تكتشف ان عندها 21 سنه بس هي وشها يقول ان هي عندها 40 سنه، فنقول ان الزواج المبكر يعني ولاده متكرره يعني انهاك للست، لان الست دي اكيد اللي هي اتجوزت عندها 15 سنه مش دي اللي جوزها بيهتم معاها بالتغذيه ولا بالاكل ولا يمكن بالتغذية. يمكن نقطه القرى دي برضه لميس اثرتها دلوقتي، الوصول للمراه المصريه في القرى والنجوع اللي هي يمكن حتى الدش او البرامج التلفزيونيه ما توصلهاش، واللغه اللي هي بتتقال الصعبه ممكن ما تفهمهاش، يعني ازاي بتفكروا فيها دكتور؟ لو بقى في كمان احراج يمكن زي ما حضرتك ذكرت، هل مثلا بيتم استعانه بسيدات هم القادرين اكتر على التواصل مع هؤلاء السيدات تقوم بالحملات دي؟ بالظبط. يعني دي احد الافكار، احنا لسه ما ابتديناش ان احنا نتحرك على الكرة، بس هي فكره الافلام او سواء حتى مسرح العرايس دي احد الفكره. يعني لو انا جبت ان انا في الساقيه شغالين معاهم على قصه مسرح العرايس، لو انت عملت عرايس زي المسرحات القديمه اللي انت ممكن تقعد تشوفها زي الليله الكبيره، وقدرت ان انا احط جواها رسائل طبيه لمعلومات انا عاوز اوصلها للناس، فحتى لو انت في قريه هيفهموا مسرح العرايس وهيتشدوا لها. يعني انا عشان اجيب الكبير هفرجك على فيلم 3 دي ممكن انيميشن او فيلم عادي، وعشان اجيب الصغير واخليه يتشد معايا لو جبت له مسرح عرايس هيبدا ان هو يتشد. ويمكن زي ما قلت لك التلفزيون موجود حتى في افقر بيت، في افقر قريه هو موجود فيه تلفزيون، موجود فيه ارسال. فيمكن ده دور وسائل الاعلام ان هي دايما تنقل الانشطه الطبيه الانشطه الثقافيه دي عشان نوعي الناس اكتر ونفهمه اكتر. يعني انت الناس من كتر فرجتها على التلفزيون كويس جدا في السياسه في الدين، بس ممكن ما تفهمش حاجه في صحتها، ازاي نحمي نفسنا. وبرده من ضمن الانشطه اللي بنقدمها في الساقيه، احنا الاول لما ابتدينا كان الموضوع على شكل معلومات طبيه، حاولنا بعد كده ندخل لا انا عاوز اعلم الناس، انا مش لازم تعيي عشان تقيس ضغطك او سكرك. ابتدينا نتفق مع بعض شركات الادويه ان احنا واحنا موجودين في اليوم نقيس للناس الضغط، السكر، معدل كتله الجسم، يتعودوا على الاجراءات الوقائيه. ببلاش، انا عاوز اعلم الست ان انا دايما اقول لها اعرفي رقمك، زي ما الواحده اللي هي العاديه تبقى عارفه رقم الكريدت كارد بتاعها، اعرفي ضغطك كام، اعرفي سكرك كام، اعرفي كوليسترولك، لان في الاخر هي دي عوامل الخطر لمرض القلب، وقلنا مرض القلب هو القاتل رقم واحد للسيدات. فلو انت عرفتي ضغطك وسكرك ومعدل كتله جسمك مش عاليين يبقى قدرتنا نحمي نفسنا من مرض القلب، وهتلاقي حتى ابتدت تخش عليك عوامل خطر ما كانتش موجوده من زي طب اخيرا يا دكتور معلش الوقت بيدهمنا يعني خلاص الحلقه انتهت، لكن في نقطه مساله تمويل الحمله دي عشان تكون فعاله والتنسيق بينكم وبين الجهات المختلفه المتعلقه بالموضوع. يعني تمويل الحمله لغايه دلوقتي احنا كلنا الدكاتره في بعض ما بناخدش تمويل من حد، بس اتمنى في يوم من الايام ان الفكره توصل اكتر، لو حد هيشاركنا القنوات تخش معانا، قنوات الاعلام تخش معانا في المشاركه، لو حد من اللي في الانتاج والسينمائي عاوز يخش يشارك معانا. يعني انا بوجه دعوه للناس ان احنا شغالين ان احنا نكتب سكريبت رايتر مع سكريبت رايترز، ان احنا نكتب سكريبتات لافلام. مجلس المراه وغيره من الحاجات اللي لسه ما تواصلناش معاهم. انا بحب ابعت لهم دايما دعوات، المجلس القومي للمراه الامومه والطفوله والسكان، ببعت لهم دعوات الحاجات اللي احنا بنعملها. يعني انا بقول ان احنا كل شهر عندنا في ساقية الصاوي ندوه طبيه شهريه متخصصه،
يا ريت اللي حابب انه يشارك ويساهم. يعني اكيد هي دعوه من هنا واكيد احنا هنتابع معاكم وفعالياتكم المختلفه، بس للاسف الوقت داهمنا لان عندنا مرتبطين بنشره لاهم الاخبار على راس الساعه. الدكتور عمرو حسن مؤسس حمله انت الاهم، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور. والى هنا نصل مشاهدينا الى ختام هذا الصباح ليوم الخميس. غدا اسره جديده ولقاء يتجدد مع هذا الصباح. الى اللقاء.